اهلا بيكم من جديد مع هيثم ومع احد الغرائب والعجائب تاني لها لحضراتكم من الصين. انا هنا في مدينة صغيرة اسمها تشينجو. تشينجو دي مدينة في شمال الصين. بكلمكم من مطار المدينة. مدينة صغيرة في الشمال في الصين، ليست في العاصمة ولا في شنغهاي ولا في كوانجو ولا المدن الشهيرة المعروفة في الصين، ولكن هي مدينة محذوفة في الشمال. بوريكم بس أنا واقف في المطار بتاعها. أنا مش واقف في مطار برلين ولا واقف في مطار هونغ كونغ ولا واقف في مطار باريس ولا واقف في مطار بكين حتى ولا شنغهاي. واقف في مطار في مدينة محلية. طبعا زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله المنظر من حواليا أو من خلفي، يعني الاهتمام بالذوق الإنساني والرقي الحضاري اللي موجود في المطار حقيقي. في أكتر حاجة نقلها لكم في المطار، لو احنا بصينا للديزاين بتاع المطار، الديزاين من فوق رهيب بصراحة. لو انتوا شفتوا الديزاين بتاع المطار من فوق حاجة بصراحة، يعني زي ما أقول لكم حاجة جميلة حقيقي فعلا. لو وريتكم الظهر بتاع اللي أنا واقف فيه ده، تقريبا العمود معمول بشكل جمالي. المطار كبير، لو أنا خرجت بره كده شوية ووريتكم حجم المطار عامل إزاي، المطار كبير ما يدلش أبدا إن الناس دي بتبص لتحت رجليها، يدل إن الناس دي بتبص لخمسين ومية سنة قدام. ورايا كده السيفتي تشيك، البنات لو أنا قربت زي ما انتم شايفين مطرح صباعي بالظبط كده، البنت الواقفة لابسة العلم من حوالين أو بتاع الشارة اللي حواليها دي سيفتي تشيك. بالمناسبة لو أنا قربت الدخول للسيفتي تشيك اللي هي منطقة الانسبكشن أو اللي أنت هتعدي عليها يعني تتفتش وكده، اول دي بتخش الاول، دي مكان اللي انتوا شايفينه مطرح صباعي ده، مكان عامل زي مكان المترو بالظبط كده. بتخش بتذكره بتاعتك عليها الكود، الباركود بتاعها بيفتح لك الباب المكان اوتوماتيك عشان تخش بعد كده على المكان بتاع السيفتي تشيك اللي هو اللي هتتفتش فيه او كده. بعد كده تخش على البوردنج بعد كده. طبعا برضو لو خدنا نظره على الكاونترات بتاعه التذاكر اللي بتاخد منها البوردنج، الكاونترات كتير جدا، يعني ده واحد وبرضه ورايا واحد هنا الناحية التانية. وطبعا بص حكوا للأرض، الأرض بتلمع زي ما بيقولوا، البلاط بيلمع، مستوى النظافة عالي جدا بصراحة. الحاجة تبهر، لابد ان تبهر. برضه بنقلها ليه؟ بنقلها عشان ننقل نحاول ان احنا نستفيد من تجارب الآخرين. عايزين نستفيد من تجارب الآخرين، عايزين نشوف الناس بيهتموا بالمطارات الداخلية وليست المطارات الدولية. ده مطار داخلي بالمناسبة مش مطار دولي، يعني خدت بال حضراتكم. فحقيقي برضو لابد ان احنا نستفيد من تجارب الآخرين، نتعلم من تجارب الآخرين، نتعلم من اهتمام الآخرين، نتعلم من الناس اللي بتنظر دائما لقدام، ما بتبصش لتحت رجليها. احنا بنعمل مطار السنة دي والسنة الجاية تعمل مطار جديد، لا المطار من جوه. لو انا افضت في التصوير بصراحه بس مش عايز ان انا اطول عليكم، لو انا دخلت جوه المطار رهيب، المطار كبير جدا. واللي شغال دلوقتي منه حوالي 10 او 15% او 20% من مساحته، لكن بقيه المساحه متسابه للاجيال اللي جايه، متسابه لل 20 وال30 وال50 وال100 سنه اللي جايه، ناس بتعمل لقدام. حبيت ان انا اعيشكم المومنتس او اللحظات تكونوا معايا وانا بكلمكم من مطار تشينجو في مدينة محلية في أقاصي شمال الصين، ولكن حبيت أوريكم الاهتمام والرقي والحضارة اللي موجودة لبلد أخذت بأسباب الحضارة وأخذت بأسباب الرقي. أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله مع هيثم ومكان جديد في بلد عجيب في الصين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.